لا تزال الأحداث في العراق حبلى بملفات الفساد، فتارة عقود التسليح تكشف عن ملف، وتارة أخرى سقوط المدن بيد داعش وغيرها من الملفات مثل فضائح التلاعب بمزاد البنك المركزي. لكن اللافت في العراق أن الأمور تتوقف عند الكشف عن الملفات، أما المحاسبة والقصاص فغائبان، إذ أن مصير أغلب الملفات هو أدراج التحقيق والحفظ. السبب يتحمله الجميع، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية مجلس النواب من ضمنها، والسلطة القضائية، كل واحد يساهم بدور في تأخير إنجاز هذه الملفات. لا أقول السلطة التنفيذية لوحدها، السلطة التشريعية مجلس النواب اللي احنا الآن نتكلم في داخله أيضا يتحمل مسؤولية المتابعة والمراقبة من أجل الإسراع في التنفيذ. هذا الملف بيد عضو لجنة النزاهة البرلمانية عبد الكريم عبطان، يتناول أكبر عملية غسيل أموال تعرضت لها المقدرات العراقية، أرقام خيالية دفعت لشراء معدات وأجهزة لم تصل قط وبقيت حبرا على ورق، أما ما وصل فكان فواتير مزورة عن قيمة الشراء. كثير من الشركات اللي كانت تأخذ الأموال من البنك المركزي على أساس تستورد، تأتي بفواتير تستورد بملايين الدولارات ويحول المبلغ إلى الخارج، وعندما تأتي حتى من تقدم لي الفاتورة حتى أشيك شنو اللي مدخل ليها، تطلع الفاتورة مزورة ولا دخلت المواد ولا رجعت إلنا الأموال. ورغم أن المسؤولية تضامنية في كشف المفسدين، إلا أن السلطة القضائية تتحمل المسؤولية الأكبر في حسم هذه الملفات وإخراجها من دائرة التحقيق إلى دائرة المحاكمة العلنية. يرى المتابعون أن تراجع الضغط الشعبي قد يكون سبباً من أسباب حجب نتائج التحقيق في بعض قضايا ملفات الفساد، سيما وأن بعض هذه القضايا لم تعد تتعلق بأفراد أو شخصيات فقط، وإنما بمؤسسات وأحزاب كبيرة باتت أكبر من أن تواجه قضائياً وتشريعياً وتنفيذياً. حيدر الأسد، سكاي نيوز عربية، بغداد.